ملهم هو مشروع شبابي للمنتجات الورقية والتصميم. عادة بنطلع هنا كل المنتجات اللي إلها علاقة في موضوع تنظيم الوقت وإدارته، هذا جزء منه. الجزء الثاني هو فني أكثر، بحيث إنه بنقدم منتجات فنية بالذات لفن الجورنال اللي يعتبر جديد ومن أوله في الشرق الأوسط، اللي هو بيقدم أو يعتبر جزء أو نوع من أنواع الثيرابي اللي هو التفريغ النفسي. يعني بنحاول نعزز فكرة تنظيم الوقت ولكن بطريقة فنية أكثر. الاسم الوحيد اللي احنا فعلا اقتنعنا فيه وحسينا ممكن يعبر عن المشروع اللي بنقدمه هو كان ملهم. بالآخر ملهم لا يمكن لسببين. السبب الأول إنه احنا الفريق كلنا طلبة جامعيين، ما زلنا يعني بعمرنا ما بنبدأ مشاريع بهذا الحجم، فدائما كنا نطمح إنه يكون ملهم أو احنا أنفسنا ملهمين لغيرنا. مشروع ملهم في البداية بدأ من البيت، كنا أونلاين، كان فريق صغير مكون من شخصين فقط. استأجرنا مكان صغير، كبر الفريق شخصين. بعد هيك بدأنا نتوسع في طبيعة المنتجات اللي احنا بنقدمها بالأفكار بتعددها أو تنوعها. فبعد ذلك انتقلنا للخطوة الأخيرة اللي هي رح نكون هنا في مكان خاص فينا، بنعرض منتجاتنا، بنقدر يعني نستهدف فئة أوسع، أو حتى بنقدر إنه احنا نقدم منتجاتنا بطريقة شيقة أكثر للناس يقدروا يشوفوا المنتج بأنفسهم يتعرفوا عليه. ملهم حاليا بيصدر أو خلينا نحكي بيقدر يوصل لكل أنحاء العالم، لكن طبعا بالنسبة لنا عقبة التوصيل عقبة كتير كبيرة سواء إلنا أو أي مشروع فلسطيني، لأنه عدا موضوع إغلاق المعابر ونحن ما بنقدر نوصل منتجاتنا بسهولة أو تكلفة التوصيل. حتى وصلنا قبل هيك للكويت، لتونس، لأمريكا، كنا قادرين نحن نستهدف ناس من هناك، وبالآخر لما يعرفوا أن المنتج مصنوع من غزة وبالذات من فلسطين، بالنسبة لهم هذا بشجعهم أكتر أنه هم يحصلوا على هذا المنتج من أيدي فلسطينية. حاليا في الضفة في عنا 3 نقاط بيع، في نابلس، في القدس، في جنين. بنحاول كل ما نقدر نتوسع أكتر ونوصل منتجاتنا أيضا لإخواننا الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة الغربية.